السلام عليكم، اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من حلقاتنا. كنا نعرف ان السوشيال ميديا صار لها دور كتير كبير واسع في تعاملاتنا وشراءاتنا واطلاعاتنا على منتجات جديده وشركات جديده تنزل للسوق. صار فينا نشوف المنتج ونتعرف عليه ونطلبه واحنا قاعدين بالبيت بخلال الارقام اللي تظهر اسفل الشاشه. عندنا اليوم شركه 22 Forever. 22 Forever شركة واسعة عندها منتجات كثير كثيرة. ما اليوم نعرض بهاي الحلقة منتج للشعر. هذا المنتج يفيدك ويفيدني ويفيد الجميع. الشركة تنوعت بإنتاجاتها، فهناك منتجات للشعر العادي والجاف بالأعشاب الطبيعية. الشركة أنتجت شامبو بالأعشاب الطبيعية خالصة 100%، تفيدك، تقوي بصيلات الشعر، يغذي الشعر، يزيل القشرة. شامبو 22 Forever ما تركت لنا هذا الشيء فقط، ولكن أنتجت لنا سيروم خاص للشعر التالف والشعر المتضرر من حرارة السشوار والفير والبيبيليس. اليوم عندنا سيروم يساعد على حماية الشعر من كل تقصفاته، ويساعد على عدم سقوط الشعر ومقاومة التجاعيد وتكسراته. فيك تطلبين هذا المنتج والشامبو ومنتجات أخرى على الرقم الظاهر تحت الشاشة، تحت في أسفل الشاشة. أيضا الشركة منست الشعر اللي فيه قشرة. احنا نعاني من القشرة ومن ظهورها، وكثير بشع ظهورها بطلعاتنا وروحاتنا وجياتنا. اليوم الشركة أصدرت لنا شامبو لحماية الشعر من القشرة، تلاحظين مفعولة خلال 24 ساعة من استعمال واحد. فيك تشوفي المفعول. شامبو حماية القشرة، لحماية الشعر من القشرة، ليس بس لحماية الشعر من القشرة وإنما لإطالته، نعومة، خالي من التقصف. شعر جميل وذو منظر رائع. فيك تطلبيه مع السيروم الخاص أيضا من شركة 22 Forever اللي هو يساعد أيضا على حمايته من التساقط وحمايته من القشرة. فيك سيدتي أيضا تستخدمين ماسك الشعر، الماسك المعالج للشعر التالف والمتقصف. إذا كنتي كثيرة الأصباغ وتحبين تغيرين بألوان شعرك، عندك ماسك الحماية. ماسك الحماية من شركة 22 Forever، ماسك بالأعشاب والبروتين، يحتوي على فيتامين دي وإي، ويحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات. تقدرين تستخدمين وتقدرين تطلبين هسه هذا المنتج من خلال الرقم الظاهر أسفل الشاشة. إضافة إلى هذه المنتجات، طلعت لنا اليوم الشركة شامبو لتثبيت الصبغة، منست أكيد شعرنا المصبوغ وإزالة الشيب وأعطاء رونق للشعر. شامبو التثبيت، تثبيت الصبغة وإزالة الشيب ومعالجة التقصف ومعالجة أضرار الصبغات، تطلبيه فقط من 22 Forever. اليوم تقدرين تدقين علينا بأي وقت تحبين على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. وأهلا وسهلا بيك. سيدتي، ما ننسى أن هناك أصناف ثانية لهذه الشركة ومنتجات ثانية، منها كريم نهاري، مسائي، سيروم ليلي، كريم اللولو لمعالجة البشرة التالفة، عندنا شامبوات، وعندنا كريمات مزيلة للسليليت اللي الكل يعاني منها، السليليت والنحافة والنصاحة والسمنة. في منتجات كثيرة نقدر نعرفكم عليها بالحلقات الجاية، لا تنسونا، انتظرونا. بالإضافة إلى كريم الحماية من أشعة الشمس وكريم الليلي والنهاري، أيضا في عندنا كريم تبييض البشرة من البقع والدكنات السوداء اللي بتظهر بالبشرة. إضافة إلى هذا كريم مزيل الميك اب اللي يساعد أنه تظل البشرة محتفظة بالنضارة والرطوبة العالية. وما ننسى أيضا هناك كريمات للإيد ومرطبات وكريمات لبشرة الإيد والجسم ولوشن كامل للجسم. سيدتي، فيك تتواصلي معي أنت وأنتي والجميع من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. معكم أسيل.